مع كل صورة تشوفها عينك تمر في خيالك ألف صورة، تشوف فيها كل معاني البطولة، الحب والأمل أن القادم أفضل. احنا في غرفة العمليات كلنا متفائلين أن الموضوع بينقضي قريب، واحنا جدا فخورين احنا قاعدين نقدم ذي الشيء للمملكة وشعبها، وإن شاء الله بإذن الله أن عما قرب ينتهي ذي الموضوع كله. طبعا نفس ما تعرف البحرين قالي علينا وسوت لنا شيء الكثير، واليوم يدور اللي نحاول نرد لها ولو شيء بسيط من اللي سوته لنا. إذا أنا قدمت من وقتي وقدمت من خبرتي حق مملكتي الغالي وحق الشعب البحرين وحق أهلي، هذا يعتبر ولا شيء من الأشياء اللي أنا البحرين قدمتها لنا. الإنسان الوطني شيء داخله وطنية يتمنى روحه في أي مكان جدهم. والله فخور جدا، فخور جدا أني أكون أنا من ضمن هذا الفريق، وإن شاء الله مستمرين لآخر يوم في هذه الجائحة. يعني تفتخر أنك تساعد ديرتك في هالوقت المحتاجة فيه لك، كله بيكون لك ذكريات، تتذكر أنك ساعدت وطنك، ساعدت خدمته، يعني حتى عيالك يشوفونه عقب، أحفادك وكذا. يعني أنا فريق السواب تيم، عندي الفريقية الصبح انشل معانا عينات طبعا بالمئات. شنو التجهيز مالك؟ التجهيز بيكون كبير، وايد يأثر، وايد يأثر، ما تتخيلون لأي درجة. فعلا فعلا ارتفاع الحالات ونزول الحالات يأثر على فريق العمل بصورة جدا مباشرة. اللي أحب فعلا أذكره جدا فخورة بالمتطوعين، يعني هو طبعا ما بستغرب على شباب البحرين، بس صراحة التطوع اللي صار في الكورونا نفتخر فيه بطريقة مو طبيعية. أتذكر موقف كنت مخلص منوبة، طبعا منوباتنا 12 ساعة، تميت 12 ساعة، باقي ساعة على دوامي الساعة 7 في الليل، جالنا اتصال ب 700 مريض، فما صرت هد الشفت وتمشي، قعدنا باشرنا فيهم لليوم الثاني. تخيل كل مريض تاخذ منه هستري، تشوف عينته في السيستم واحد واحد. قمنا بتطهير أماكن كثيرة يعني في مملكة البحرين، منها مطار البحرين الدولي، مستشفيات، معاهد ومدارس، مسايد، دوائر حكومية. شكر الناس لك، تشكرك على مجهودك اللي أنت قاعد تسويه كدفاع مدني. أكيد هالجهد كله يعني واللي قاعد نبذله للأمانة، يعني البحرين تستاهله، وفي النهاية كلمة حلوة من مريض تنسينا كل التعب. أبطالنا، أبناء الوطن، العاملين في الصفوف الأمامية، تقديراً وعرفاناً لجهودكم الوطنية، تم تخصيص مقاعد مدرجات سباق الفورمولا 1 لكم والأسرتكم الصغيرة، وبنظل دايماً ممتنين لكل جهودكم وعطائكم. فرحتكم اليوم هي فرحة وطن.